بونجور، اهلا بيكم. حلقة جديدة. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كلمة اشتراك هتلاقوها تحت الفيديو جنب علامة الجرس، تضغطوا عليها واختاروا منها كلمة الكل عشان دايما يجيلكوا اشعار بكل جديد بعمله. يلا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا احب اشكر كل اللي بيشاركوا معنا في الجروب، سواء في الجروب بتاع القناة على الفيسبوك اللي هو جروب قناة سنة أولى فرنسي مع سارة سلامة، وفي برضو 2 بيج عشان في كتير اتلخبطوا. في واحدة أنا عملاها من اللي هي تقريبا فيها 14,000 أو 13,000 مشترك، دي أنا عملاها كنت بقالي يعني تقريبا من بعد ما اتخرجت يعني من فترة. التانية دي أنا عملاها بقى جديدة اللي هي للقناة اللي هي قناة سنة أولى فرنسي مع سارة سلامة، تمام كده. انما التانية القديمة اللي هي سنة اولى فرنسي، وانا شغالة على كله يعني شغالة على الاتنين بيج وعلى الجروب كمان. دي اللي فاتت، الصور اللي فاتت دي اللي اشتركوا معانا في الجروب وفي البيج برضو. على اي حاجة انا يعني بحط عليها حاجات وكده اللي بيجاوب قلت هقول اسمه المرة دي، فالمرة دي اكتفيت ان انا حطيت يعني سكرين كده بالاسماء بتاعتهم. المرة الجاية بقى هقول اسماء كل واحد ان شاء الله. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديو روتين عملنا قدامكم اهو، ده جمبري ورز بالكاري. ده بقول عليه اول حاجة الكلمة اللي فاتت لوغي وايه كمان ولوكوغي اللي هو الكاري، ولاك غوفيت اللي قدامكم دي اللي هو الجمبري. لاك غوفيت، لاك غوفيت. طيب ممكن نضيف عليه كمان لو غيزان سيك. لو غيزان سيك يعني ايه؟ غيزان سيك اللي هو اللي عارفين الزبيب، ممكن نضيف برضو. المهم اول حاجه جبنا المغميت، مغميت اللي هي الحله بتاعتنا، حطينا فيها شويه لويل اللي هو الزيت، وعليه شويه اونيون، اونيون اللي هو البصل، تمام. بعد كده بقعد احمره كده لحد ما يبقى لونه ذهبي. اقولها ازاي بقى؟ اقول جو في فغير لي زونيون جوسكا سكيل سوا دوري. جو في فغير لي زونيون جوسكا سكيل سوا بيان دوري، تمام. بحمر البصل لحد ما يبقى لونه ذهبي. بعد كده اجوتي لي كروفيت اي ريموي لو ميلونج. اجوتي لي كروفيت اي ريموي لو ميلونج يعني نضيف الجمبري بتاعنا ونقلب الخليط ده على بعضه بقى، نقعد نقلب فيه كده، تمام. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ نموتون دي زيبيس. نموتون دي زيبيس يعني ايه؟ ايبيس اخدناها قبل كده اللي هي التوابل او البهارات، يبقى بنضيف او بنضع الايه البهارات بتاعتنا. البهارات دي عباره عن ايه؟ اللي هي لو كوري، لو كوري اللي هو الكاري، لو كوري، وحطيت عليه كمان لو كركما، لو كركما، كركما اللي هو الكركم، تمام. وكمان حطينا لو سال اللي هو الملح، لو سال، وعليه كمان شويه لو بوافغ. لو بوافغ اللي هو الفلفل، لو بوافغ، تمام كده. يبقى حطينا ملح، سال، وبوافغ، وكوري، وكركما. ولو عندك كمان شويه ايبيس حطينا شويه ايبيس اللي هي اللي عارفين ان اللي هي توابل اللحمه او الحاجات دي او توابل الحواوشي او كده تحطيها برضه. المهم بعد كده حطيت فوقهم بقى نوزاجوتون دو ري. نوزاجوتون دو ري حطينا فوقهم الرز وضفنا عليه بقى الميه اللي هو اوناجوت دو لو سور لو ميلانج. اوناجوت دو لو سيغ لو ميلانج، طبعا حطينا فوق الميه، وبنسيب بقى الرز وكده بتاعنا لحد ما يتشرب، اللي هو طريقه كانك بتطبخي رز عادي بقى، تمام. تمام ده الطبق بتاعنا اهو. وكمان عملنا لا سالاد، شويه كده سالاد، وتفضلوا معانا. بعد كده بقى كنت في خلطه كده، كنت حطيت فيديو في الفيديو فرنسي في الجروب، فقلت انا هعمل يعني حاجه كده شبهه برضو، طريقه بقى بتاعتنا احنا بقى على طريقتنا بقى المصريه بقى. هي حاجه بسيطه يعني انا شفتها كتير ونفعت معايا، جميله.
يعني لقيتها في البيت ده بقى للامهات وكده هيفيدهم الحاجات دي. عملنا ده اللي قدامنا اللي هو ليكيد فيسال. ليكيد فيسال اللي هو سائل المواعين بتاعنا، اللي هو الصابون السائل يعني اللي بنغسل بيه المواعين والحاجات دي. المهم لما بيبدأ كده يجي يعني نصه كده تقريبا، بضيف عليه اللي هو الكربونات، اللي هو انت عارفين اللي احنا بنقول عليه الكربوناتو، تشتريه من عند العطار او كده. تمام، هتلاقيه بيفور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما نضيف عليه ايه بقى، نضيف عليه كمان لوفينيجر. لوفينيجر اللي هو الخل. تمام، يبقى وكمان لو عندك ملح ليمون برضو بيبقى حلو، ضيفيه برضو. الخلطة دي بقى كلها تلاقيها بتفور كده، تحطي تحتها حاجة طبق او حاجة لان هي بتفور. وبتستخدميها عادي. انا قلت يعني منها انها تعرف على كلمات برضو، ومنها يعني معلومة برضو كده، اكيد في كتير عارفينها واللي ما يعرفهاش يعني هي معلومة يعني اتضافت عن يعني معلومة بسيطة للي ايه للي ما يعرفش. تمام، انا دايما بستخدم الخلطة دي كتير لان انا كمان هنستخدمها دلوقتي وهتشوفوا في تنظيفات تانية في البيت، يعني يعني ايه مش لها استخدام واحد اللي هو الاطباق والحاجات دي، الغسيل العادي بتاعنا الاطباق وكده، لا يعني انا بستخدمها كمان في التنظيف بتاع البيت في حاجات كتير. وبصراحة هي يعني ما بتضيفيها على السائل بتاعنا ده بيبقى فعلا يعني هتلاقي له نتيجة حلوة، يعني احلى من انك تستخدميه كده لوحده كمان. تمام، المهم بقى بنفس الخلطة اللي احنا عملناها دي رحنا بقى على ايه، لا كويزينيير اللي هو البوتاجاز. بعمل ايه دلوقتي؟ جو نيتوا لا كويزينيير. جو نيتوا لا كويزينيير يعني بننظف الايه البوتاجاز بتاعنا بنفس الخلطه بتاعتنا. تمام كده، يبقى قاعدين اهو. طب اللي بنضف بيها دي ايه؟ اللي هي لو شيفون دو نيتواياج. لو شيفون دو نيتواياج اللي هو الايه القماشه اللي بننضف بيها. تمام، بنقول عليها شيفون دو نيتواياج. ما تنسوش بقى تتابعونا على زي ما اتفقنا على الجروب وكده، لان انا بحط فيه حاجات فيديوهات كمان فرنسيه وفيديوهات روتين بتاعت يعني برضو اجانب وكده، بتبقى حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. وعشان كمان تتفاعلوا معانا ونشارك بعض كده. اهو بالخلطه اللي احنا عاملينها بقى زي ما اتفقنا دي عملنا بيها اهو. خلوا بالكم اول حاجه عملنا غير طبعا الغسيل العادي، عملنا اللي هو الايه الكويزينير كمان البوتاجاز، وكمان دخلنا على دلوقتي ايه على لو بلاكار. لو بلاكار اللي هو عارفين اللي احنا بنقول عليها التقفيله بتاعه المطبخ. تمام، التقفيله دي بقى اللي بنقول عليها بيسموها ايه بقى، لو بلاكار. لو بلاكار. تمام، انا دلوقتي الخشب عامه يعني ايه، يعني لو بوا. لو بوا يبقى لو بوا عامه اللي هو الايه الخشب. طيب لما اقول انا بنظف الخشب ده بقول ايه؟ اقول جو نيتوا لو بوا. جو نيتوا لو بوا يبقى جو نيتوا لو بوا اللي هو يعني انا انظف الايه الخشب. تمام، وبننظفه دلوقتي بايه بقى؟ بلو ميلانج اللي هو الخليط اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، اللي هو كان ايه عشان نفتكر مع بعض، اللي هو الليكيد فيسال اللي هو سائل المواعين بتاعنا، بنضيف عليه كربونات ونضيف عليه لو فينيغر، ولو حابه تضيف اللي هو ملح ليمون يعني ممكن بيبقى حلو برضه. تمام، كمان عملنا بيها اهو لو تيغوار. لو تيغوار اللي هو عارفين الادراج، الادراج بتاعه المطبخ برضو، يبقى عملنا لو تيغوار. كل ده المهم الخليط انا حطيته في اللي هي البخاخ دي، ويعني هو عشان ما حدش يعني لو ام او حاجه بقى. طبعا احنا قبل ما نكون حتى مدرسات او اي حاجه احنا امهات، فانا حب فكره الروتين عامه لان هي بتقيم يعني الجانب اللي هو بقى احنا في البيت كستات بيوت بقى، وكمان ان احنا امهات، وكمان ان احنا يعني بتشتغلي او كده، فدي بتبقى ايه بحس ان هي مرتبطه ببعض. يعني محدش يقول ان انت بقى مثلا تشتغلي او مدرسة او كده يبقى انت لا مش هتعملي في البيت، اكيد كلنا بنعمل في بيتنا. فهي الفكرة جات لي عامة من كده، فانا عشان انا شخصيا يعني بحب فيديوهات الروتين جدا، مش انتوا لوحدكم يعني. تمام،
وبحب كمان فيديوهات الأجانب جدا، لأن هي يعني بتعلم منها كمان، غير ان انت هتتعلمي التنظيفات والحاجات دي، كمان اللغة بتنميها اكتر، لأن بتعرفي حتة اللي هي اللغة العامية اكتر كمان، مش اللغة اللي هي الرسمية اللي احنا بندرسها كلنا او كده، لا بتدخلي كده في حاجات ايه، بتبدأي تاخدي منهم حاجات يعني عامية. تمام كده. انا هنا بقول اهو نتوي لو مور افيك لو ميلونج كو نو افون في، يعني بننظف الحائط بالخليط اللي احنا ايه عملناه، اللي احنا لسه عاملينه من شويه. يعني يبقى نتوي لو مور افيك لو ميلونج كو نو افون في، نتوي لو مور افيك لو ميلونج كو نو افون في. بالليل بقى دخلنا عملنا ايه، عملت حاجه كده حلوه انا بحبها وبتفكرني دايما برمضان، لان انا بحبها اكتر كمان في رمضان، اللي هي جلاش بالعارفين المهلبيه، اخدنا طريقتها المره اللي فاتت في فيديو روتين برضه. هي بتبقى عباره عن لولي اللي هو اللبن، هقول لكم بصفه عامه بقى لولي اللي هو الايه اللبن، تمام، وكمان لاميدون، اميدون اللي هو الايه النشا، لاميدون اللي هو النشا، وكمان عبارة عن ايه لو سكر، لو سكر اللي هو السكر، لو سكر اللي هو الايه السكر، تمام. بنعمل ايه بقى، ابورتي اون تاس دو اي داميدون، ابورتي اون تاس دو اي داميدون، يعني ايه، يعني احضري اللي هو كوبايه كده فيها ميه وايه ونشا، غمويلي يعني ونقلبهم، نو لي زاجوتون او لي بويي، بنضيفهم على الماء المغلي والماء على قصدي على اللبن المغلي، تمام، يعني بتكوني غاليه لبن وبتقومي ضايفه عليه بقى الايه اللي هو شويه نشا كده، بتفكيهم بقى باللي هي الميه شويه لو اللي هي ميه، وبنقلبهم، بنضيفهم بقى اول ما اللبن بيغلي بنضيفهم عليه. يبقى نقول تاني ابورتي ان تاس دو اي داميدون غمويلي نو لي زاجوتون او لي بويي، تمام كده. دي تقريبا يعني الروتين بتاعنا النهاردة، ختمناه بالايه بصينية الجلاش الحلوة دي بالمهلبية، تمام كده. ما تنسوش بقى تشجعوني، وياريت تشجعوني كده بلايك حلو كده، وكمان ياريت شير كتير كتير علشان الفيديو ينتشر اكتر، وايه يعني لان انا بتعب فيه جدا، انتوا متعرفوش انا يعني واقفه دلوقتي وانا شايله بنتي وبتكلم، يعني شوفوا انتوا بقى شوفوا المعاناه بقى، ربنا معانا. لكن انا عشان حابه بجد الموضوع، يعني حابه ان انا الفيديوهات وكده الروتين او الفيديوهات اللي انا بقدمها، الهاند ميد اكسسوارات او المحادثات او يعني اتكلم عن نفسي شويه بقى، تمام. شجعوني بقى بلايك وشير كتير، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك فيها ويضغط على علامة الجرس، ويختار كمان كلمة الايه الكل، تمام كده. وشيروا الفيديو مع صحابكو عشان زي ما قلت بقى يعني القناة تكبر بيكو ان شاء الله. وما تنسوش بقى كمان تشاركوني في غير الجروب كمان في البيج بتاعتي الجديدة، انا عاملاها من يعني من اسبوع او حاجة، يعني من فترة قريبة، تمام، وبقيت بنشر فيها الفيديوهات برضو بتاعتي على الفيسبوك، فشجعوني بقى عشان يعني ما احبطش بقى، ويعني اقدم فيديوهات اكتر ان شاء الله. يبقى احنا عملنا النهاردة عملنا جمبري، خدنا كلمة جمبري دي جديدة اللي هي لاكروفيت، وخدنا كمان اللي هو التوابل، خدنا لوسال لوبوافغ لوكوري اللي هو الكاري، كركما اللي هو الكركم، واخدنا ايه كمان نفتكر كده، خدنا كلمات زي ايه لويل اللي هو الزيت، ومغميت اللي هو الحلة، وهونيون اللي هو البصل، وخدنا ايه كمان، خدنا كمان كلمة ليكيد فيسال اللي هو سائل المواعين، خدنا ايه كمان خدنا اللي هو اخدناه قبل كده كمان اللي هو اميدون اللي هو النشا، وخدنا كمان اللي هي لومير اللي هو الحائط، ولما اقول جوني توا لو ميغ اللي هو انا يعني بنظف الحائط، وايه كمان، يعني خدنا، بيبقى فيديو روتين بيبقى مليان كلمات كتير، في حاجات بنبقى خدناها قبل كده في فيديوهات روتين، وفي كلمات بتبقى جديده علينا، تمام كده. وان شاء الله يعني ما تنسوش، عمركم هتنسوا الكلمات دي، لان حاجه انتوا شايفينها بتتعمل قدامكم، تمام،
فلما اقول الحاجه اعمل حاجه قدامكم والكلمه تبقى مكتوبه، اكيد طبعا هيفرق كتير عن اني اقعد اقول لكم اقول شويه كلمات ورا بعض وخلاص كده. انا شايفه ان دي طريقه عمليه اكتر كمان. تمام كده. ويبقى برضو في تنوع في القناه شويه، لان انا بحب القناه تبقى يعني مش واقفه كده، عارفين يعني، ما تبقاش قناه اللي هو ان هي تعليميه معناها ان هي تبقى حاجه كده اللي هو خد الكلمات دي احفظوها بقى وكلام، لا يعني يبقى في مرونه برضو شويه علشان المعلومه هتوصل كده اكتر كمان. تمام بقى. شير بقى للفيديو كتير، وشكرا ليكم، شكرا لكل اللي بيتابعونا وكل اللي بيشاركوا معانا كمان في الجروب بتاعنا وفي البيج بتاعتنا. وميرسي دافواغ ريغاردي ما فيديو. باي باي.